بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ان احنا دلوقتي بنعرف نكتب كود هاي ليفل، وبعد كده نحوله للاسمبلي، وبعد كده نحوله للماشين. خدنا بعض الانستراكشنز اللي ممكن نستخدمها بحيث ان احنا نكتب برامج بالاسمبلي، فتعالى كده نكتب شوية برامج بسيطة بالاسمبلي. لما بتيجي تكتب كود سي بتستخدم فيجوال ستوديو او اي حاجة تانية بحيث ان انت ترن الكود عليها، وفي نفس الوقت لو عندك ايرور الكومبايلر يقوم مطلع لك الايرور ده ويساعدك. فالسيميوليتور اللي احنا هنستخدمه اسمه مارس، هسيب لك اللينك بتاعه تحت. مارس اختصار ميبس اسمبلي اند ران تايم سيميوليتور. ده سيميوليتور اقدر ارن عليه الكود بتاع الميبس واشوف الاوتبوت بتاعه عامل ازاي. تعال نكبر كده الشاشة شوية، هتلاقي ايه هنا؟ عندك ريجسترز مترقمين من 0 لحد 31، لان احنا قلنا في الميبس 32 ريجستر، ودي الاسامي والارقام بتاعتهم. عشان تبدأ تكتب الكود بتاعك هتيجي هنا من فايل، وبعد كده نيو، هيفتح لك صفحة تكتب فيها الكود بتاعك. عايزين نحفظ الصفحة دي الأول، فتعال نقوم قايلين سيف از، وتعال نحفظ الكود. بعد كده تعال نعمل كود بسيط يجمع رقمين، فده مثلا هيبقى شكل الانستراكشنز في كود السي، ان انا هعرف اتنين فاريبل ايه مثلا واحط فيه قيمة 5، وبعد كده اقوم معرف فاريبل تاني اسمه بي واقوم حاطط فيه قيمة 7، وبعد كده المفروض اجمعهم واخزن الناتج في سي مثلا. فهاجي هنا اقوم قايل له سي بيساوي اي زائد بي، فالمفروض سي دلوقتي هيبقى فيها 5 زائد 7 بيساوي 12. تعال نحول الكود ده لاسمبلي. طبعا الكود ده بيستخدم ميموري لانه حاجز 3 فاريبلز اسمهم اي وبي وسي، بس عشان نسهل الموضوع على نفسنا تعالى ايه نستخدم ريجسترز بس، وبعد كده نشوف ممكن نستخدم الميموري ازاي. تعالى مثلا نحط القيمة بتاعت ايه في الريجستر اللي اسمه اس زيرو، فتعالى نكتب كومنت كده يوضح لنا الشغل بتاعنا عامل ازاي. فهم قال له دولار ساين اس زيرو هنحط فيها الاي مثلا، وتعالى نحط الناتج في دولار ساين اس 2، فتعالى ننقل الاي في الريجستر اللي هو دولار ساين اس زيرو. فممكن اعملها بانستراكشن اد اي، بعد كده الريجستر اللي انا عايز انقل فيه الاي اسمه ايه؟ اسمه دولار ساين اس زيرو، فاجي هنا اقوم كاتب دولار ساين اس زيرو. بعد كده انا عايز احط فيه 5، فممكن اجمع الخمسة دي على صفر، الصفر متخزن في الريجستر اسمه دولار ساين زيرو، وبعد كده اقوم قايل له اجمع عليه 5، يبقى كده هياخد الخمسة يجمعها على دولار ساين زيرو اللي فيها زيرو ويحط الناتج في دولار ساين اس زيرو، يبقى كده دولار ساين اس زيرو المفروض يبقى فيها 5. لو جينا شفنا الريجسترز هنا هنلاقي ان هي كلها ايه متصفرة في الاول كده. بعد ما الكود ده يرن المفروض دولار ساين اس زيرو يبقى فيه 5. فاول خطوة بتيجي عند الرن كده وتدوس اسمبل. ولو تفتكر ان احنا قلنا ان الانستراكشنز اللي انا بكتبها دي في الاخر هي بتتخزن في الميبس ميموري، بتتخزن من اول ادرس 004 اصفار، والانستراكشن اللي بعده بيزيد عنه باربعة، واللي بعده بيزيد عنه باربعة، وهكذا. وان الريجستر اللي بيشاور على الانستراكشن اللي هيتنفذ دلوقتي اسمه البروجرام كاونتر او البي سي. تعالى كده نرجع للسيميوليتور بتاعنا هنلاقي الكلام ده. فلو رجعنا للسيميوليتور بتاعنا هنلاقي الكلام ده حصل فعلا، اول انستراكشن اهو متخزن في اول ادرس اتكلمنا عليه، وطبعا الماشين بتاعتي ما بتفهمش اد اي والكلام ده، فالكلام ده في الاخر لازم يتحول لماشين كود. فلو جينا نبص هنا هنلاقي الماشين كود 2010005، وطبعا ده هيكسا ديسمال. وتعالى بعد ما ندوس ران، لو دوسنا ستيب بينفذ امر امر، يعني بينفذ انستراكشن انستراكشن، لو دوست جو المفروض ان هو ايه يرن البروجرام كله. فتعالى ندوس جو عشان يرن البروجرام. فالمفروض دلوقتي لما اروح للريجستر اللي هو دولار ساين اس زيرو المفروض الاقي متخزن فيه 5، طبعا الكلام ده مكتوب بالايه بالهيكسا ديسم. طيب تعالى نخش على الانستراكشن اللي بعده، نحط في دولار ساين اس 1 بي، فهنيجي هنا نقوم قايلين له اد اي بعد كده دولار ساين اس 1 وبعد كده دولار ساين 0 اللي هو فيه 0 وبعد كده 7، فهيجمع 7 على 0 ويحط الناتج في دولار ساين اس 1. وتعالى ندوس دلوقتي اسمبل، هتلاقي الانستراكشنز بتاعتك اهي. ولو جيت تبص هنا هتلاقي الانستراكشن ده متخزن في اول ادرس، بعد كده اللي بعده بيزيد عنه باربعة زي ما اتكلمنا قبل كده. وتعالى ندوس جو، المفروض دلوقتي الريجستر ده فيه 5 والريجستر ده فيه 7. طيب تعالى بقى ناخد الاتنين ريجسترز دول ونجمعهم ونحط الناتج في دولار ساين اس 2 اللي هو بالنسبة لي السي، فهنيجي هنا نقوم قايلين له اد، مش اد اي بقى لان ده هيبقى ار تايب انستراكشن، دولار ساين اس 2 بعد كده هقوم قايل له
انا مخزن ناتج في دولار ساين اس 0 ودولار ساين اس 1، فهاجي هنا اقوم قايل له دولار ساين اس 0 ودولار ساين اس 1، وتعالى نعمل اسمبل وبعد كده نرن البرنامج بتاعنا ونروح هنا، هتلاقي فعلا متخزن هنا سي اللي هي 12 لانه جمع الخمسة زائد السبعة وحط الناتج في اس 2. لو انا عايز اشوف القيم دي بقى بس مش بالهكسا ديسم، ممكن تيجي هنا بقى وتقوم شايل علامة الصح دي من هنا، هتلاقيه بدأ يعرض لك الحاجة ديسمال، فهنا محطوط خمسة، هنا محطوط في الريجستر ده سبعة، هنا مجموعهم اللي هو 12. بس طبعا يفضل طول ما انا شغال ان انا اعرض القيم هيكسا ديسمال. طيب تعالى نزود انستراكشن كمان نفس الكلام ده، ولكن ايه، تعالى نطرح المرة دي. فكده هيبقى اس 0 ناقص اس 1، اس 0 متخزن فيها 5 واس 1 متخزن فيها 7، فالمفروض ان الناتج يكون سالب 2. تعالى نعمل اسمبل كده وبعد كده نرن، وهتيجي هنا هتلاقي افات اي. ليه افات اي؟ لان الرقم ده بالسالب دلوقتي ومتمثل في التوس كومبلمنت. طب تعالى كده نحوله لديسيمال عشان نشوفه، هتلاقي فعلا متخزن ايه، سالب 2. تعالى نرجعه هكسا ديسيمال، ولو هتلاحظ ان ال 12 مش مكتوبة. ليه؟ لان هي اتمسحت، انا كتبت في الريجستر ده 12 وبعد كده نفس الريجستر خزنت فيه حاجة جديدة. فتعالى نخزن الناتج بتاع دي مثلا في ريجستر اسمه اس 3 بحيث ان احنا نحتفظ بالجمع ما نطيروش، وتعالى ندوس اسمبل وبعد كده جو، هتلاقي بالفعل هنا 12 وهنا سالب 2 في التوس كومبلمنت. تعالى دلوقتي نعمل اسمبل للكود اللي احنا كتبناه ده، بس مش عايزين نرن كله مرة واحدة، عايزين ندوس ستيب في كل مرة بحيث ان احنا نشوف كل مرة سطر سطر بيتنفس. فتعالى كده نشوف البروجرام كاونتر دلوقتي، المفروض ان هو بيشاور على اول انستراكشن يتنفس في الميموري. طب تعالى ندوس مثلا ستيب وبعد كده نروح للبي سي، هتلاقيه زاد 4. ليه زاد 4؟ لان الانستراكشن الاول خلاص اتنفذ، فالمفروض البي سي يكون شايل الادرس بتاع الانستراكشن اللي بعده، وادي الانستراكشن اللي بعده اهو، فتعالى ننفذه، ندوس ستيب، المفروض دلوقتي هيشاور على مين؟ على التمانية. فتعالى كده نشوف قيمة البي سي، هتلاقي فعلا 8. وهنا ناتج الانستراكشن التاني، الانستراكشن التاني كان بيعمل ايه؟ كان بيحط في دولار ساين اس 1 7. فهتلاقي الميبس سيميوليتور حاطط لك هنا ايه، هايلايت على الحاجه اللي بتتنفذ دلوقتي. طيب تعالى نعمل ستيب كمان، المفروض دلوقتي البروجرام كاونتر يكون بيشاور على الادرس ده اللي هو سي، تعالى نشوف كده، هتلاقيه بالفعل بيشاور على السي. زي ما اتكلمنا قبل كده ان الانستراكشن اللي اسمه اد اي جزء الاميديت اللي فيه بيكون عباره عن 16 بت، بس ده هيسبب لي مشكله. انا لما باجي اكتب كود سي زي كده مثلا انت ايه بيساوي وبديله رقم، الانتجر ده بيتعرف في الميموري على انه 32 بت، فلو اليوزر معرف رقم كبير قوي واخد ال 32 بت كلهم وبعد كده جيت احول الكود ده الاسمبلي، هتحصل مشكله. ايه هي المشكله؟ ان انا مش هعرف اخد الرقم ده كله احطه في ال 16 بت. هو الريجستر اللي عندي اصلا في الميبس ميموري بيشيل 32، بس الانستراكشن اللي اسمه اد اي ده ما بيعملش كده، هو بياخد 16 بس مش بياخد 32. فعشان نحل المشكله دي بنستخدم انستراكشن اسمه لود ابر اميديت. وتعالى نفترض ان اليوزر عايز يخزن الرقم ده اللي هو هيكساديسيمال اللي هو واخد 32 بت كله، فال 32 بت لما نيجي نحولهم هيكساديسيمال هنلاقي ان هم عباره عن 8 ديجيتس. ممكن ناخد الاربعه الاولانيين دول نحطهم في الريجستر وبعد كده الاربعه اللي بعدهم دول نحطهم في الريجستر، بس خلي بالك ان الرقم ده بيتحط فين؟ في الموست سيجنيفيكانت بايتس، يعني هيتحط كده على الشمال. يعني لو جينا قسمنا دول لاربعتين، اربعه على اليمين واربعه على الشمال، ده الليست طبعا وده الموست. فممكن نيجي نعمل ايه، نحط هنا السته الدي بعد كده الخمسه اي ونكمل الباقي بصفار مثلا، وبعد كده نعمل ايه، نعمل انستراكشن تاني ياخد الجزء ده بقى ويحطه هنا، يبقى 4F3C، يعني انقل الرقم ده على مرتين. فانا عشان اعمل الموضوع ده محتاج اتنين انستراكشن، اول انستراكشن اللي احنا اتكلمنا عليه واللي قلنا هيحللنا المشكلة دي اللي هو اسمه load upper immediate، بياخد 16 بت يحطهم في اخر الريجستر مش اوله. لو جيت اعمل الحركة دي بـ add i، add i بتحط هنا
والباقي بتكملهم بصفار او بوحايد على حسب الاشارة الرقم بوزيتيف ولا نيجاتيف. لكن ده بيعمل ايه؟ ده بياخد رقم 16 بت ويحطه في الاخر هنا، وهيكمل باقي طبعا بصفار. فانا لما اجي اقول له لود ابر ايميديت وبعد كده اسم الريجستر وبعد كده الرقم ده، هيقوم جاي حاطه هنا بالشكل ده. فهنا هيقوم متخزن 6، وبعد كده هنا دي، وبعد كده 5، وبعد كده ايه. فده يبقى شكل الريجستر، والباقيين طبعا هيكملهم بصفار. وبعد كده هنعمل انستراكشن تاني ياخد دول بقى يقوم حاططهم هنا. ممكن تقولي نعملها باد اي؟ لا ما تنفعش، لان اد اي هتجمع ده على ده، وانا مش عايز اجمع ده على ده. لا انا عايز احط دول هنا مش هجمعهم، لو جمعتهم ممكن الناتج يطلع غلط. فتعالى كده نفتكر مع بعض لما كنا بنعوز نعمل كومبايننج للبيتس. عندي الرقم ده وعندي ده وعايز اعمل ما بينهم كومباين، بستخدم الاور. الاور كانت بتحللي المشكلة دي. انا عايزك تاخد بالك من حاجة، ان احنا كل حاجة بنقولها بعد كده بنستخدمها في حاجة تانية وبتكون مفيدة. يعني مش بنقول حاجة ملهاش لازمة، لا بنقول الحاجة وبعد كده بنحتاجها بعدين. فعشان ناخد الجزء ده نعمل له كومباين مع الجزء ده، هنعمل ما بينهم اورنج. فلما اجي اعمل ما بينهم اورنج ايه اللي هيحصل؟ هيجي بقى يقوم كاتب الجزء ده هنا 4، بعد كده اف، بعد كده 3، بعد كده سي. فكده الريجستر انا نقلت الرقم بتاعي فيه، والرقم كان 32 بت. فادي المثال اللي احنا كنا بنتكلم عليه اهو، اللي هو ده 32 بت، فانا ما اقدرش انقله مرة واحدة في الريجستر. اه الريجستر يشيل 32 بت، بس اد اي بتاخد 16 بت مرة واحدة بس. فهنفكوا الاتنين انستراكشن، لود ابر ايميديت، وبعد كده اخد الجزء ده انقله هنا. فده يبقى شكل الريجستر، وهيكمل بقى بالايه؟ بصفار. بس هياخد الايميديت ده ويحطه في الابر اللي هو الجزء الشمال. بعد كده اقوم عامل اورنج ما بين الريجستر وما بين بقية الرقم اللي هما دول الستاشر بت الاولانيين. وعشان ده في immediate فانا ممكن اعملها بايه؟ بأوري اللي هو or immediate. تعال بقى نجرب الكلام ده عملي ونشوف الكلام ده شغال ازاي. ده الرقم اللي انا كنت عايز انقله في الريجستر اللي هو دولار ساين اس 0. فقلنا ان العملية دي هنفكها لاتنين instructions، اول حاجة load upper immediate، بعد كده الريجستر اسمه دولار ساين اس 0، بعد كده هاخد الابر immediate احطه في الريجستر اللي هو الجزء ده كده. وتعالى نرن عشان نشوف الكلام ده بنفسنا ايه اللي هيحصل. ستيب هتلاقي حط الرقم ده في الجزء الابر، ما حطوش في الاول، لا حطه على الشمال. بعد كده تعالى ننفذ بقية الانستراكشن. بعد كده تعالى ننفذ الانستراكشن التاني اللي هو اوري، بعد كده دولار ساين اس 0، ده اللي انا عايز احتفظ بالناتج فيه. طيب الرقم دلوقتي موجود فين؟ موجود برضو في دولار ساين اس 0، فاقوم قايل له هنا دولار ساين اس 0. بعد كده بقى اقوم عامل له اور مع ايه؟ مع الجزء ده، يبقى 0 اكس عشان ده هيكسا ديسيمال طبعا، وبقيه الرقم. وتعالى نعمل اسمبل وبعد كده جو عشان يرن البرنامج كله مره واحده. هتلاقي بالفعل الرقم ال 32 بت عرفت انقله للريجستر. طبعا الموضوع ده بيكون مهم ومفيد جدا ليا وانا بتعامل مع الادريسيس في الميموري. الفاريابلز اللي انا بعرفها في الميموري بتتخزن في الجزء اللي اسمه داتا سيجمنت. زي ما قلنا ان الميموري بتكون متقسمه لاكتر من سيجمنت، زي جزء للهيب وجزء للديتا وجزء للتكست اللي هو الانستراكشنز والكلام ده، لسه هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل يعني. وزي ما الانستراكشنز بتبدا من ادرس معين اللي هو الادرس ده، فبرضو الداتا سيجمنت او الفاريابلز اللي انا بعرفها في الكود بتبدا من ادرس معين اللي هو 110000 بالهيكسا ديسيمال طبعا. فهتلاحظ ان الادرس ده عبارة عن 32 بت، فانا ببقى محتاج الود الادرس ده في ريجستر عشان اروح للمكان ده في الميموري. فهعمل العملية دي ازاي؟ لازم استخدم لود ابر ايميديت وبعد كده اوري عشان استخدم ادرس 32 بت.